السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ما زلنا في عام 1993 ونرجع مرة أخرى لقضية البوسنة والسفر للبوسنة. سفري أنا شخصيا البوسنة كان بطريقة دورية، يعني لأن القضية كانت في منتهى الخطورة وكانت مهملة من كتير جدا من بعض الدوائر الرسمية، لكن كانت مستوى المعاناة والنزوح واللجوء داخل وخارج البوسنة كان غير عادي، وبدأت الصورة تتضح للشعب البوسناوي اللي كان في حالة صدمة عصبية وانهيار في عام 1992، وكانش عمره متخيل ان جيرانه واهله واقاربه اللي هم ممكن تزاوج ما بين المسلمين وغير المسلمين هيعملوا فيهم كده الى اخره. وبدأت بقى قصص القتل الجماعي والمعسكرات التعذيب والاغتصاب الجماعي الممنهج اللي بيطلع من خلال الحكومة اللي كانت بتحكم في بلغراد مش في صلب البوسنة إلى آخره، والعون الغير ما يعني موقوف يعني الدائم للميليشيات المسلحة اللي هم يسموا تشتنك الصرب في البوسنة. في الفترة دي كانت أولوية الإغاثة الإسلامية وأغلب المؤسسات الإغاثية في العالم هي التصدي لهذا النزوح وهذا اللجوء وهذه المذبحة والتطهير العرقي الموجود هناك. طبعا زي ما أنا قلت من قبل كانت هي القضية الرئيسية في العالم كله وليس فقط في الإسلام الكليف. عدد الزيارات اللي أنا زرتها البوسنة في الوقت ده ما أقدرش أقول كم زيارة الله أعلم، لكن كان زيارات كثيرة إلى أن جاءت يوم كان في مؤتمر للسلام هيحصل في سراييفو وعاملة منظمة الأمم المتحدة أعتقد في شهر سبتمبر عام 1993، وسافرت أنا لزغرب، ومن زغرب عدنا لغاية ما خدنا تصريح نركب إحدى الطائرات الأمم المتحدة بتاعة اللي هي نقل البضائع ونصل فيها إلى سراييفو. وده كان أول مرة أزور سراييفو بعد الحصار سراييفو. وحصار سراييفو أتى بعد زيارة للرئيس ميتران. كان قبل الزيارة دي كان البوسنويين ماسكين المطار، وبعد مع زيارة الرئيس ميتران من أجل السلام تغير الحال وتبدل الحال إلى الحال، ووقع هذا التحكم في مطار سراييفو في القوات الصربية وليس أهل سراييفو من أهل البوسنة. المهم بعد أيام من مكوثي في زغرب استطعنا نركب الطيارة دي، وكانت طيارة نقل عادية ركبنا فيها ما فيهاش كراسي زي ما كنا احنا عارفين هي طيارات نقل، ونزلنا في مطار سراييفو اللي ما كانش في حد خالص الا القوات الامميه اللي موجوده، وخرجنا من هناك وكان في انتظارنا في الخارج الاستاذ محمد كاترجي اللي حجز لي غرفه في فندق اعتقد اسمه موفنبيك اللي في وسط سراييفو اللي كان هيكون فيه المؤتمر اللي موجود هناك. طبعا الفندق ده لا كان فيه لا كهرباء ولا كان فيه تدفئه ولا اي شيء، حتى المياه ما كانش موجوده فيه لان كان يعني جزء مدمر يعني جزئيا. والتقيت هناك ايضا خلاف محمد كاترجي بعض المؤسسات الدوليه اللي كانت موجوده تعمل في البوسنه هناك، وكذلك المؤسسات العربيه العامله في الداخل والمؤسسات البوسنويه المسؤولين البوسنويين في الداخل البوسنوي، بالاضافه الى الاستاذ اسعد طه اللي هو كان بيشتغل مراسل صحفي او مندوب لاذاعه الشرق الاوسط في سراييفو الى اخره. كنا بندفع حوالي 40 او 50 مارك في الليله، وطبعا ده كان يعني في غرفه مجرد انها غرفه ما فيهاش اي حاجه خالص. بعد المؤتمر ما انتهى انا انتقلت من هذا المكان الى مكتب الاغاثه الاسلاميه اللي هو كان تحت الجبل، في جبال هناك سلسله من الجبال اسمها جبال اجمن وفي وسط المدينه، وكنت بنام دايما داخل المكتب، يعني ما كناش بننام في اي حته ثانيه الا في المكتب. وطبعا ما كانش فيه ميه، كان الميه المتاحه لينا هي فقط للشرب او للوضوء والاستنجاء، لكن ما كانش فيه اي مياه مهيئه لينا اننا نستحمى بيها. ولفينا داخل سراييفو وقابلنا بعض النازحين في الداخل واستطعنا على الاحوال اللي هو نقص الغذاء ونقص المياه ونقص الوقود، حتى ان الناس وصل بيهم الحال في هذه المرحلة الى انهم كانوا بيحرقوا اي شيء موجود عشان يدفوا البلاد، يعني هو البيوت بتاعتهم سواء كانت
فحم كان موجود او كان في بعض الملابس القديمه او الجزم القديمه او بعض العفش القديمه الى اخره الى اخره الى اخره. لان طبعا الجو في الشتاء في البوسنه قارس 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 قارس. حاولنا اننا نلتقي مع الرئيس علي عز بيجوفيتش، وقعدت انا في سراييفو قرابه 10 ايام. يعني طبعا كانت الحرب دايره في نفس الوقت ده، وكل يوم ما يجيش التاكيد ما يجيش تاكيد ما يجيش تاكيد. وانا طبعا تخيلوا بقى ان انا بقالي حوالي يمكن اسبوعين تقريبا لم استحم، ويعني كل ما هو النظافه بالنسبه لي هو الوضوء فقط، الوضوء واستعمال المياه الوضوء للاستنجاء. فقررت ان انا اسافر من سراييفو وارجع مره تانية، خلاص ما فيش امل ان نقابل ايه علي عز بيجوفيتش. وبدات احزم امتعتي عشان ارجع مره اخرى لزغرب، ومن زغرب ارجع لبريطانيا. وفي نفس اليوم انا قررت فيه ان انا اسافر واسيب سراييفو، وجت الموافقه الحمد لله علشان اقابل الرئيس علي عز بيجوفيتش للمره الثانيه. المره الاولى انا قابلته فيها كان في لندن في مؤتمر كده في احد المراكز الاسلاميه، يعني كملته سلام سلام، لكن مش لقاء خاص. يعني كلنا فرحنا طبعا، وحبيت بقى ان انا ايه استعد للقاء الغد. فطبعا طلعت كل ملابس الداخليه ودخلت، ما فيش ميه عشان استحمى. لما قلعت الهلوم وحبيت ان انا اغير ملابس الداخليه بتاعتي والبس ملابس داخليه ثانيه، لقيت ريحتي معفنه معفنه بكل انواع العفن اللي فيها. فقلت بس اشتري ازازه ريحه وابتدي ايه اعطر نفسي من الداخل. عطرت نفسي من الداخل فازدادت ريحه عفن بدرجه امتياز، لدرجه ان انا كنت قرفان من شكلي ومن ايه ومن ايه ومن جسمي نفسه. فلبست الملابس الداخليه عشان لعل الملابس الداخليه تحجب ريحه العفن ده عن الرئيس لما نزوره. ورحنا توكلنا على الله انا والاستاذ محمد كترجي عشان نقابل الرئيس في مكتبه. الرئيس متواضع جدا متواضع جدا جدا جدا، وكان مكتبه يعني قريب جدا من جبل اجمن في وسط المدينه. وطارق هو من احد القاده القلائل، انهم تركوا رفضوا انهم يتركوا سراييفو في الوقت ده، فضل قاعد في سراييفو الى ان ينفق حسابه. وقعدت اللقاء معاه قرابه ساعه تقريبا. كان بيسالني، انا بحب مصر جدا، لما عرف ان انا مصري كان بيسال عن مصر وعلى جامع الازهر والشيخ الازهر والعمل الاسلامي والعمل الانساني الى اخره. وكان طبعا مفكر اسلامي سياسي اجتماعي بكافة هذه المعايير. سأل عن كل هذه الأشياء وقال كلمة غير عادية يعني عظيمة جدا، فذكرنا فيها بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما حصر في شعب من شعاب أبي طالب حصرته قريش، قال لن تنتهي 3 أعوام إلا أن سيفك هذا الحصار. وفعلا رفع الحصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابه في شعب أبي طالب خلال 3 سنوات دي كلها. واللي رفعوا مين؟ اللي رفعوا اللي هم بعض الناس غير المسلمين. فطبعا قال نفس المقولة دي كلها، لن ينتهي لن يمر علينا أكثر من 3 أعوام إلا وسننفك هذا الحصار. فعلا عام 1995 بدأ الأمر يتحول وانفك الحصار وخرج الناس مرة أخرى. طبعا الشريان الوحيد للشعب البوسنوي في هذا الوقت كان حاجة، اللي هو النفق اللي هم عملوه بمنتهى الذكاء وسط البيوت السكان عشان يعدي من تحت بيت من هذه المنزل من هذه المنازل يخرج للناحية التانية من سراييفو، عشان يكون هو ده شريان الحياة الوحيد اللي ممكن يجي من الأكل والشرب والمواد الطبية وكل الأشياء اللي عايزينها أهل سراييفو المحاصرة اللي موجودة في نفس الوقت. طبعا ده كان تفكير عالي وتفكير بعيد المدى. قعدنا مع الرئيس وانتهت الزيارة ورجعت مرة أخرى لسراييفو، ومن سراييفو رجعنا على بريطانيا نحمل كل هذه الآمال والآلام والمعاناة للشعب البوسنوي اللي بدأت تتضح في بين أبنائه معالم التطهير العرقي والجرائم التي ارتكبها بعض المغالين من أبناء صربيا من الصرب، اللي هم تواصلت للقتل الجماعي والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.